معكم ملاحظ كثير من الأخوات المستجدات في القيادة في البداية أول ما يتعلمون يسوقون ويبدؤون ينطلقون بالسيارة في بعض الأشياء مهمة ينسونها دائما، وبعض الأشياء دي قد تترتب عليها ضرر. في هالفيديو بوجه بعض النصائح لبعض الأخوات المبتدئات أنهم ينتبهون. بعض الأشياء تتعلمها في البداية وتتفحصها وتتأكد منها، بعدين بشكل آلي بشكل يعني سريع وبشكل أوتوماتيكلي هي راح تعرف شلون تسوي هالأمور كلها، أو بالأحرى تتأكد منهم بشكل سريع. فاللي بقوله في هالفيديو مو بتسوينه يعني كل يوم، انتبه لها لاحقا بيصير الأمر عادي. خلينا نعلمكم بعض الأشياء، هي خمس نقاط. يلا. واحد، قبل ما تنطلقين تأكدي أن كفرات السيارة كلها سليمة. أحيانا ممكن السيارة تكون واقفة دايسة على كفر أو الهواء ناقص أو مبنشر، أول ما تتحركين راح تشعرين بأن حركة السيارة مش سلسة، وإذا كان الكفر الأمامي في اللف راح تحسين شوي في ثقل. فطبعا البديهي أنك تتأكدين بأن الكفرات تكون سليمة. تأكدي قبل ما تمشين بأن الأبواب كلها مغلقة. لو شفتي لمبة في الطابلون المؤشر على باب السيارة أنها ممكن يكون باب مفتوح ما سكر مضبوط، أو ممكن اللمبة اللي فوق تكون مشتغلة يعني الباب ما تسكر، خصوصا لما يكون في أطفال، تأكدي أن الأبواب مغلقة. يقولون أيضا فكرة حلوة تشوفين من خلال المراية الجانبية، إذا شفتي البدي من سمت يعني مستقيم يعني ما في باب مفتوح ولو شيء بسيط. بعض الأخوات مستعجل تمشي، بعد ما تمشي تحس أو تشعر بأن الكرسي مش جاي ملائم لهم مش مضبوط، فتحاول تعدل الكرسي أثناء وهي تمشي وهذا غلط. فقبل ما تركبين تأكدي أن الكرسي ملائم لظهرك لرقبتك. النقاط المهمة أيضا تأكدي قبل ما تمشين بأن المرايات الجانبية موجهة بشكل سليم، بحيث أن هي تغطي حوالي 25% من جسم السيارة والباقي ماخذه من الشارع. تأكدي بأن المرايات هي المعين بعد الله في القيادة في الالتفات والانتباه، علما بأنه ينصح النظر للمرايات كل 10 ثواني. الخامسة، ضروري جدا 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 ربط الحزام قبل ما تعشقين الجير، قبل ما تمشين، قبل ما تنطلقين أنت واللي جنبك، علما أن بعض السيارات في لمبة في الطابلون صغيرة تومض وتطلع صوت فيما لو لم تربطين الحزام. الخمس نقاط اللي ذكرتها يسمونها أساليب القيادة الآمنة، انتبهتوا؟ الآمنة والأمان بالله سبحانه وتعالى، يعني ذي نقاط جدا مهمة إهمالها قد يؤدي إلى ضرر كبير. هذه بس في البداية تحتاج الواحدة فيكم أنه تتأكد كل هالأمور أوكي، بعدين مع الممارسة الأمور راح تكون عادية أصلا بدون ما أنك تسوين هالأشياء بشكل تفصيلي راح تعرفينه يعني حتى في لمحة بصلت. على كل حال أي سؤال أي استفسار فيما يتعلق بالقيادة لا تترددون في رسالة، وإن شاء الله أخدمكم بالإجابة. موفقين لكل خير.